اكتف immunization في الاول immunization by injection. يعني انا يجيلي infection ولما ربنا يرجيني من الانفكشن دوت عندي ايه سولد بيوتي زي معظم الامراض الفيروسيه الميزز والمارس والروبيلا. ها لكن مش انفلونزا مش كده. في immunization تاني عن طريق ان انا ادي باكسين مش كده. ده بيديني انا انشن او بارت من انشن او سب يونت من ايه من الاورجانيزم واند ماي immune response potentiates ايه او develop immune reaction against this ايه organism. ده بقى انجين سبيسيفيك او اورجانيزم سبيسيفيك. ده بياخد وقت شويه يعني ياخد من 10 ايام لاكثر من 10 ايام تو ديفلوب اميونيتي. يعني مثلا في الهيباتايتس بي احنا بناخد كم تطعيم كم جرعه؟ ثلاثه مثلا 0 2 4. بعد 6 شهور بقى يبتدي ايه يبقى واضح جدا ان الشخص ده ديد هي اكواير اميونيتي اور نوت. يا ناس ها لكن مثلا لو خدنا فاكسين مثلا بتاعت الايه التيتانوس فاكسين بعد حوالي اسبوعين او 10 ايام بيديفلوب اميونيتي. تمام. طيب انا دلوقتي واحد عنده ما عندوش اي اجسام مضاده لا هو جاله انفكشن بمرض معين ولا هو خد فاكسينيشن وممكن يروح مكان يتعرض للانفكشن ده انا ممكن اعمله ايه؟ ممكن اخد انتي بودي جاهزه وهي اديها له ده اسمه باسيف اميونيتي. الانتي بوديز عباره عن ايه؟ بروتين. يعني بس البروتين بتدي immediate protection صح؟ لكن في نفس الوقت ايه؟ باي تايم بيحصلها ميتابوليزم بتبقى ديجريدد من البودي لانها بروتين وبتنتهي ايه؟ فعاليتها. احنا احيانا في مواقف كتيره نعمل اكتف immunization اند بس immunization ات ذا سيم تايم. واحد دخل في رجله مسمار كبير النهارده ممكن في الاسبورز بتاع ايه؟ التيتانس كويس كده؟ فانا اعمل ايه؟ اديله اشوف الهيستوري بتاعت الفاكسينيشن. ما ليش انا عنده الهيستوري بتاعت الفاكسينيشن او يقول لي انا اتعاملت من 10 سنين اروح اعمل ايه؟ اديله فاكسين من ناحيه من ناحيه تانيه اديله ايه؟ الانتي بودي ماشي؟ واحده ست عندها هيباتيتس بي ها في احتمال وهي بتولد الدمين يختلطوا ببعض يقوم العيل يجي له ايه؟ اروح اعمل له حقنه انتي بودي وحقنه ايه؟ فاكسين. الانتي بودي هيشتغل له شهر شهر ونص. الفاكسين هيبتدي ديفلوب انتي بودي خلال الفتره دي. طيب الانتي بودي هيخلص لكن الفاكسين هيبرزست تمام؟ ومعظم الفاكسينيشن للفيروس بتدي سوليد اميونتي ما عدا حاجات تانيه زي مثلا الانفلونزا بتدي عايز تطور الفاكسين كل شويه. خدته قبل كده شفت ودريفت لو انتوا فاكرين في عندنا الهيماجلوتينين والنيوراميلوديز صح؟ الهيماجلوتينين ده اللي هو من بره ده بيتغير كل سنه نسبه صح؟ وفي يا ولاد حد اسمعوني اللي بره دول وفي حاجه في الكور لو اللي بره اتغير يبقى انا محتاج اعمل فاكسين كل ايه؟ سنه. لكن لو الكور نفسه والنيوكلس اتغير محتاج ده يعمل بانديميك ومحتاج فاكسين من اول وجديد تمام؟ يبقى احنا ايه؟ اتكلمنا عن ايه اهميه الايه الباسيف اميونيتي. احنا عندنا اثنين ايه؟ اميون ريسبونس في اللي هو سيل ميديت اميون ريسبونس في كمان ايه؟ البيتا سيل اميون ريسبونس. البيتا سيل دي بتطلع بتحول لبلازما سيل، البلازما سيل بتعمل ايه؟ انتي بودي. الانتي بودي وظيفتها ان هي تكتشف ايه؟ الانشن وتقدمه للاميون ايه؟ سيستم عشان يعمل انتي ايه؟ انتي يجهزه ها يعني حتى في الماكروفيج للبروسيسنج في نهايه حاجه تتعرف ايه بتعمل انتي بودي. في نوع ثاني اسمه سيل ميديت اميونتي يعني ايه افرض في اورجانيزم جوه خليه الانتي بودي ما تقدرش توصل لك. سيل ميديت اميونتي ده عباره عن تي سيلز تي سيلز ميديت السيل نفسها تفجر السيل نفسها بايه سايتو سيستي بالاورجانيزم اللي جوه زي الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي مش كده؟ طيب في امراض اسمها immune deficiency. العيل كده اتولد عنده immune deficiency اول لما يكبر ياخد مثلا ايه كيمو ثيرابي او ياخد immunosuppressant drugs او ياخد يجيله اتش اي في بي اكواير immune deficiency. هنا في الحالات دي ممكن ادي انتي بودي. عايز تروح للدكتور جمال؟ دكتور جمال ماله بقى؟ هو يبغى يعني عشان حمل يبغى مين؟ يبغى لا سنة سنة خالص تمام؟ اكتبها خير بس مش اكتر
يردنك هما لما ادوا ايه الانتي بودي الاميون ديفيشنسي. ما انت عندك الشخص اللي الاميون ديفيشنت از سسبتبل فور انفكشن باي ديفرنت باثوجنز من البكتيريا الفيرال الفانجي دي. اول مره يعني يستخدموا الانتي بودي ثيرابي القرن 19 لو ان هو اجينس ايه ديفتيريا ولو ان هو وركينج تمام. تعرفين الدفتيريا ده طبعا توكسين ايه بروديوسينج اورجانيزم بتعمل خطوات كده كتير حاجة في الأوروفرين اللي هي الدفتيريا ومبرين ومبرين ده ممكن ايه ينزل في السبرات التراك ايه سيستميك ايه توكسيميا بيها توكسيك للهارت كمان بالك عين ضاي ممكن من هارت فيلير وصفكيشن كده. بعد كده ايه لقوا ان لما بيدوا اميون جلوبولين الناس اللي عندهم ديفيشنسي للاميون جلوبولين لقوا في واحد كان عنده بليتل ديفيشنسي ها ولما ادوا الاميون جلوبولين بليتل اتحسنت. قال لك يبقى ايه فكروا كده قال لك بمعنى كده ان البليتل ده اصلا ده نوع من انواع الهيموليسيس كان فيه هيموليسيس خلايا معينه بتمسك في الايه في البليتل بتعمل لها ايه تكسير. لما هو ادى انتي بودي انتي بودي مسكت الانتي بودي فمنع التكسير وتحسنت ايه فابتدوا بقى يدوا الايه يدوا هنا كان بيدوا اميون جلوبين ريبليسمنت للاميون ديفيشنسي ابتدوا يدوا انتي بودي كمان ريبليس مش ريبليسمنت تريتمنت للاوتو اميون ديزيز بعض اوتو اميون ديزيز. نعم روحوا طيب تمام. هذه الانديكيشن باول انديكيشن عشان ايه ناس عندهم اميون ديفيشنسي بيعمل ريبليسمنت للاميون جلوبين. ثاني انديكيشن الناس اللي عندهم ايه اللي يدي يعني يعادل واحد جاله انفكشن ده بكتيريا مثلا فادي له حاجه تعادل ايه الانفكشن صح زي اللي قلت التيتانوس ممكن عامل تيتانوس دخل ايه دخل الاورجانيزم جوه فلما انا ادي له انتي بودي جاهزه تقدر ايه تمسك تدي بس بروتكشن. بعد كده ايه قال لك ده ممكن كمان استخدمه في اوتو تي دي بلات استخدامه عندنا اربع استخدامات اللي هو ايه ان انا لو واحد عنده اميون جلوبولين ديفيشنسي ادي له اميون جلوبولين. لو واحد عنده اكسبوجر ازيله قبل او بعد اكسبوجر مثلا زي البيبي اللي انا قلت لك عليه اللي هو ايه امه عندها فيس بيفر انفكشن فالبيبي هو نازل ممكن كاتش انفكشن فممكن اديله ايه الاثنين مع بعض اكتب بس او في الايه في الستات اللي هم عندهم الار اتش نيجاتيف وابنهم غالبا جاي ايه ار اتش جايبوه بوزيتيف هنا ايه لو هو بيحصل الولاده في سيلز من عنده بتخش عندها فتقوم ايه الاميون ريسبونس بتاعها يعمل انتي بودي. انا ممكن امنع الحكايه دي ان انا ادي انتي بودي للست الحامل في اسبوع ال 28 ووقت الولاده يوم اي سيلز تخش جسمها تلقطه قبل الاميون ريسبونس ما ايه ما يلقطه عشان ما يتكون بالظبط ما انتي دي. الحاجه الرابعه كل واحد معاه موبايل يتقى الله وايه يشيله جيبه. الحاجه الرابعه في الاوتو اميون ديزيز لما بيعمل الاميون ريجيلاتر او الاميون ميديلاتر يعني هو الاوتو اميون ديزيز ده بيعرف يحصل ايه مثلا ريد بلاد سيلز مثلا بتيجي عليها انتي بودي بتروح تكسرها او بليت تكسرها هو بيعمل ايه بقى؟ يمسك الانتي بودي يمسك الماكروفيج اللي بتبتدي بروسس دي مش بيروح لايه؟ مش بيروح لانش معين. المهم اللي عليكم مهم ان هو ايه؟ ده الاربعه دول بس هتعرفوهم بس المهم طبعا اللي هو نمره اثنين تمام؟ شرحناه دلوقتي ده برضه شرحناه بس خدوا بالكم معظم الاميون بيجيبوا ازاي منين الاميون جلوبولين؟ بيجيبوا ناس بلاد دونرز من اعمار مختلفه 5000 50000 واحد ياخدوا منهم الدم ويروحوا واخدين منه ايه الانتي بودي. الانتي بودي اللي بيقدروا يطلعوه فعلا اي جي جي مش اي جي ام ولا اي جي اي ولا اي جي اي ولا اي جي دي اي جي ويدوهم ايه يدوا الناس الاميون ديفيشن دول يدوهم الاميون دول طول عمرهم احيانا سبكوتينس احيانا انترفينس طول عمرهم ياخدوه بالذات لما تعرضوا لانفكشن جامد تمام. عيبه بقى ايه ان هو ما فيهوش اي جي اي الساينسز والريسبيرات تراكت اللي بيحملهم ايه بيحملهم اي جي اي فممكن ينزل في بيدي بروتكشن بس ما يديش لوكال بروتكشن لا في الساينسز ولا في الريسبيرات تراكت. دي حاجه من معلوماتكم بس طبعا مهما كان في ريبليسمنت مش زي حاجه ربنا ايه خلقها تمام. ففي الحالات دي الناس دول لو جالهم ريسبيرتوري انفكشن ولو جالهم ايه
سينسايز اديب لك انتبيوتك هو مش كده؟ ايه السورس زي ما انا قلت لكم؟ يبحث عن بول سيرة كل الناس اللي براها بالدم ها؟ مفترض الناس دول تعرضوا للانفكشنز اللي موجوده في المجتمع كله. فبياخد منهم الاجسام المضاده دي 50,000 كتير 50,000 بيحط السيرة كله على بعض ويطلع ايه؟ اللي بيقول له هنطلع حاجه اسمها بلازما فريز. بلازما فريز دي يعني ايه؟ تقدر تفصل انواع الجلوب اللي حاسه الملوك الرابط بتاعتها وحاسه الايونات الايونات اللي عليها. فيقدر يفصل اي شيء. اوكي؟ طيب. الحاجه الثانيه بروتكشن اجينست انفكشن. برضه البروتكشن اجينست انفكشن دي بمصدر التحميل دول من منين؟ ممكن يجيهم نفس الناس. بس خد بالك لو هو لو احنا عندنا بلدين، بلد زي مصر فيها هيباتيتس ايه كومن، وبلد زي انجلترا فيها هيباتيتس ايه مش كومن. البول سيرة بتاعت الناس اللي هم فين؟ اللي في انجلترا ما يحميش من هيباتيتس ايه؟ الا بقى اذا جاب بقى ايه؟ سيره بيتباع في شركه من مصر. معهد مصر، مركز مصر بتاعت مصر ممكن يكون عنده الحكايه دي. او ان هو يعمل ايه؟ يدي ايمونيزيشن لناس معينين وياخد منهم الدم بتاعه. فهمنا القصه دي بيجيبها ازاي؟ هنا او مثلا واحد ناس لسه خافين من مرض الهباتيتس ايه او عملوا ايمونيزيشن ده بيسموه هايبر ايمون جلوبين. يعني ايه؟ يعني الايمون جلوبين بتاعه في الايمون جلوبين اكتر حاجه دي انت عملت فيها ايه؟ بروفوكيشن. يعني ايه؟ 50 واحد خدت منهم الدم بتاعه و50 ناس ثانيين اديت لهم فاكسين بتاع الالف. الايمون جلوبين اللي مكتسب بعد الفاكسينيشن يبقى هنا اعلى ولا هنا اعلى؟ الفاكسينيشن هيبقى اعلى. يبقى ناخد الدم ده هو ده اللي انا مثلا واحد مسافر واحد انجليزي رايح الهند والهند عندهم تاثير كتير قوي لكن متجوز فيديله الايمون جلوبين الاجنسي. تمام؟ واحد مثلا عنده ريبس جاله قصدي في كلب عضه ها وعايز اديله حمايه اديله من ناس طعامه من مرض الكلب هايبر ايمون جلوبين. الطفل اللي انا قلت لكم عليه اللي امه عندها هيباتيتس بي ولسه ايه لسه مولود دلوقتي خلال 7 ساعات لازم اديله فاكسين ودي ايمون جلوبين لسه يتحطوا 24 ساعه بجيبه منين؟ بجيب منين ايمون جلوبين؟ يا اما من لا الايمون جلوبين من ناس طعامه او ناس جابوا من شركه هي ريست انفكشن للهباتيتس بي بيسموه هايبر ايمون جلوبين. تمام كده؟ انا بدي بري اكسبوجر لو واحد مسافر او لو واحد داخل كوميونتي مثلا ميزس واحد داخل ايه رايح بلدهم او داخل في البيت بتاعهم وكل بيت من الناس عندهم ايه ميزس انا ممكن ادي ايه ايمون جلوبين ده تمنع مش كده؟ طيب ده اسمه بري اكسبوجر. في بوست اكسبوجر بقى اللي هو واحد ايه قبل يعني لسه جاله انفكشن دلوقتي زي ميزس. ميزة في الكونكلوجن بيرود اول 3 ايام من الكونكلوجن بيرود لو واحد جاله انفكشن ممكن اديله ايمون جلوبين يعمل ايه؟ حاجه من حاجتين يا اما يمنع العدوى او يقلل ايه؟ السيفيريتي بتاعتها. واخدين بالكم؟ يعني ممكن اديها بوست اكسبوجر. تيتانوس زي ما قلت لكم الراجل وهو ماشي داخل في رجليه خشبه فيها مسمار. في السبورت بتاعت ايه؟ كوليسترول بتيتانايم. هديله الاثنين الانتي بودي وهديله فاكسين. لو هو فاكسينيتد اديله بوستر دوز من الفاكسين. خد بالكم؟ يبقى هو مش محتاج ايه انتي بودي. لو هو ما عندوش هيستوري فاكسينيشن مش فاكر او ما عندوش ما يثبت هديله انتي بودي. وفي نفس الوقت ايه؟ هديله الفاكسين. ده بري اكسبوجر وبوست اكسبوجر. البري اكسبوجر احسن مثال ليها ناس مسافرين. ترافلرز ها اكسبكتد تو ايه ان هو يتعرض لفيكشوس ايجنت. ده بقى ايه بوست اكسبوجر زي في الريبس التيتانس الباريسيلا بوتش دي بوكس صح الليمفايتس بي دي بقى انتي بودي برضه بجيب منين انتي بودي ده؟ الناس جالهم انفكشن. الانفكشن دي مش كومن ها. طيب لقوا برضو ممكن واحد يبعت لك ظرف تبع الشخصيه المهمه يبعت لك ظرف والظرف ده تفتحه جواه ايه؟ انثراكس سبورز. فانت تشم الانثراكس سبورز اللي هي انثراكس اللي هي اسمها بومره خبيثه
وحكاية حصل كتير الوقت بسموه بايو تيروريزم اللي هو ايه ارهاب من خلال ان يدي يوزع اورجانيزم في اورجانيزمات ممكن كده هنا دي هم عملوا ايه اذا ده كان في امريكا جابوا جنود الجنود دول ايه بدون فاكسين ضد الانثراكس وخدوا منهم انتي بودي وابتدوا يتعاملوا ايه واحد حصل حاجه زي كده يديله الميوجلوبين عندنا في مرض في بلدنا اسمه بوتوليزم بوتوليزم ده عباره عن ايه كوليستريديوم بوتولاينا ده عباره عن ايه مصر في الربيع بيجي له حاجه اسمها فسيخ وغيره ده بتفتح صفيح ويفلوه ويسمعوه فممكن يبقى في ده يوفر ايه نوبل ايه ميديا فممكن الناس تاكل في الشيخ ده يجي لهم انفكشن بالبوتولاينا ده جاي من اربعه دي ايه الاربعه دي ديبلوبيا ديسفونيا ها ديسفيجيا واخد بالك ديس ارثريا يعني ديسيندينج باراليسيس اند ديس بيموت خلال تقريبا 24 ساعه فكان بيعملوا ايه ناس غناي يبعتوا يجيبوا الايه المصل بتاعه المصل يعني ايه انتي بودي انتي بودي مش بس بس كان مبلغ قليل جدا دلوقتي لما مصر قدرت تريد استغلت الكميه الكبيره وقدرت ان هي تعمل مصل ده جوه فلو واحد حتى مثلا قسم السموم لو جاله حاله زي كده في اول اعراضها يلحقوا ايه يدوا له الميوجلوبين يعني برضو ممكن لايف سيفنج مش كده ده مثال المثال الثاني لو بتاع فيكا في حاجه دلوقتي المثال الثالث الناس اللي في الصحراء بيرقصوا تعبان او ايه او عرض مش كده طيب السورس بتاع الانتي بودي في سورسين في سورس رخيص جدا اللي هو الحاجات الانيمالز زي الرابت وزي الهورسز في سورس مكلف شويه اللي هم ايه البني ادمين طبعا الاختلاف بين البشر قليل لكن الاختلاف بين الحيوان وبين ايه بشر بشر اختلاف كبير فيخلي الانيمال بروتين اللي انا بحقنه هو رخيص صح وسهل ما اجيبه مش كده يبقى مور انتيجينيك فممكن يعمل سايد افكت ايه اكتر الحاجه الثانيه ان ده بقى ميزه ايه الهيومن عن ان هو ما بيعملش سنسيتايزيشن زي الانيمال دي حاجه الحاجه الثانيه ان الهيومن ايمون جلوبين بيعيش في الجسم اطول من الهورس ايمون جلوبين تاخد بالكم دي ميزه ايه الايمون جلوبين عندنا مثلا التيتراس لما حصلش حاله التيتراس في عندنا مصدرين مصدر ايمون جلوبين جاي من الهورس مصدر ثاني ايمون جلوبين جاي من الانسان الهورس ارخص لكن بيعمل ايه مورس سنسيتيفيتي بالظبط لا برضه بنستخدمه في ايه انتي سكوربين سكوربين اللي هو ايه عقرب وانتي سنيك الجاي اللي ورا ماسك عايش في حياته الافتراضيه ده ماسك الموبايل مات تحت على الارض يا ابني ما بيها يا ورا على يمينه انا خليك معايا تعالى جميل شكلك جميل وكده تعالى جميل دي الانتي دي اللي شرحناها عرفناها كلنا مش كده ودي ايه برضه الناس لما بيجيلوا فوتو بين ديزيز بين المايسينيا جريفيس وجوان بري اسمها جوان بري هو بيعمل اسندنج باراليسيس واحد يجيله فيروس انفكشن يجيله باراليسيس بعدين لو ما لحقوش بيجيلوا ديزيز يعني بيقلل كتير من الكوميونيكيشنز ده بيقل الايفكت بتاعه ميونو ديلاتس ايه الابروتش بتاع الهيومن قلنا ان هو لسه ميونوجينيك لكن في نفس الوقت ايه؟ انت سلولي ايه كاتابلايزد لكن هل في هازرز عموما؟ انا بدي بروتين خارجي عن البني ادم يبقى ممكن الجسم نفسه يعتبره فور بودي فيعمل كميونيكيشن بيسموها حتتين بيسموها هايبر سنسيتيفيتي عندنا هايبر سنسيتيفيتي كم نوع هما؟ اربعه والنوع الثالث نوعين صح؟ سيستميك سيرو سيكنس في اللوكال والأخصص فممكن يحصل إميديت إنفكسس يموت هو أو ممكن يحصل سيرو سيكنس إميديت إنفكسس يبقى خلال ربع ساعة أو خلال ساعة مثلا لكن السيرو سيكنس يبقى خلال up to 2 weeks إيه اللي بيحصل؟ الإنفكسس هيعمل إنأبروبيت إميون ريسبونس فإحنا عارفين الإنفكسس مش كده؟ التاني بيعمل إيه؟ إنك إديته إكسسيف أنتجينيميا والجسم بتاعنا طلع اكسسيف ايه انتي بودي وعمل اميون كومبلكس والاميون كومبلكس دي راحت كل جسمنا راحت الكتني عملت نيفرايتس راحت النيرف عملت نيورايتس راحت السكين عملت بابلر راحت الجوينت عملت ارثرايتس عملت سيستميك ايه مانيفيستيشن وعملت فيبر ها
وانت تقول ايه وانت ايه اللي حصل ايه وانت ناس انك جدو الميون جلوبي مش كده كل دي سايد افكت لازم تفكر فيها ممكن يحصل لوكال اكشن اه طبعا زي اي انفكشن صح ممكن يحصل انفكشن اه ممكن يحصل انفكشن ليه انا لما بستورد الميون جلوبي من بره حتى الانتي دي بتاع الـ ار اتش لازم اخد من كل باتش واحده واعملها كارتشر اطمن ان ما فيهاش انفكشن او اعمل مثلا هيبتاس اي سيرفس كارتشر او هيبتاس اي فيروس لانها ممكن ده اكتر سلسله من الانفكشن عن طريق هيتروجينيك يعني عن طريق دخول الفيروس في ناس كده حوالي يعني بيقولوا 70,000 80,000 واحد ست من انت دي جالها ايه؟ اتش تي بي نيورولوجيكال انفولفمنت ممكن كجزء من السيرم سيكنس يحصل نيورايتس دي كل دي هازرز نعرف ان احنا لما بندي دي الهازرز بتاعت الايميون جلوبال في بعد كده الهازرز بتاعت ايه؟ الايميونيزيشن عموما اكتيف وباسيف طيب هذه اللوكال اكشن بتحصل يقول لك بعد ما الطعم حصل له ايه؟ احمرت وورمت وسكنت ما اعرفش ايه الكلام ده كله عادي طيب هايبر سنسيتيف اكشن لازم تكون مستعدلها خدت قبل كده تريتمنت اوف انفكسز هادي هيدروكورتيزون وادي ادرينالين وكده كله مش كده؟ لازم تكون عندي في المركز اللي هو هدي الميون جلوب لازم يكون عندي لايف سيفنج ميجرز طيب وبرضه في السيرم سيكس مهم جدا في الحاله دي محتاج ان عندي انتي هيستامين هذا سبيكشن واضحه جدا هيبتدي بي هيبتدي سي ممكن اتش اي في على فكره يا اولاد يبقى السيرم بتاع العيانين اللي خدوا منهم الميون جلوبين كان فيه اتش اي في بس اتش اي في في المعالجه العاديه بتاعت البروت ده بتموت من الراديشن بتموت من دارك ريش يعني للانفراجايل هي اكتر مع بي او سي ممكن بكتيريا انفكشن نيورولوجيكال مانيفستيشن اه ممكن بعد انجكشن يحصل زي نوع انواع الكلايتس زي مثلا الميون جلوبين مثلا اجينست ريبس فيحصل رياكشن بين الاورجانيزم اللي موجود في البرين مثلا او في سي ان اس فيعمل نيورايتس طيب هل في طريقه ان انا لما ادي ميون جلوبين يعني احتاط اعمل حاجه زي ما قلت انتي بوتيك انجكشن اعمل سنسيتيف رياكشن يا اما اخد ايه من الميون جلوبين مخفف كده زي القطره احطها في العينين يا اما اخد منها جزء صغير واعمل تبديل من الانجكشن الاولاني ده اسمه تست في العينين والثاني تست الهايبر سنسيتيف في السكين يبقى هنا هايبر هنا احط نقطه من البروبريشن اللي انا بعمله احطه في كونجكتايفر ساك واستنى شويه هل حصل احمرار هل حصل حرقان في العينين ولا لا او ان انا اخد 0.2 من الانتي سيرم واخففه 1:10 واعمله انترديمنال واستنى اب تو ايه؟ اب تو 15 مينتس لو حصل ويل يبقى ده ممكن يجي له انا فاكس اللي هو كملت التست ده صعب لدرجه انه ممكن هو نفسه يعمل انافلاكسس اللي معاه موبايل التقلاري يجعل له مخرجه صح؟ معاه موبايل قصدي فاتح في ناس كده تحب تقعد في الدرج يعني يبقى يلبس كام ورا الميون ده والمخدرات خلي هو نصح استنصح طيب اعمل ايه بقى بالكوشن بتاعتي اخد هيستون معين هبي اكسس سيرت كده انا خدت كده من جلوبين بالذات لسه معلوم في الميون ديفيشنسي بس عندهم الميون ديفيشنسي لو خدت قبل كده الميون جلوبين فممكن لو عنده هيستون الرجي او هايبر سنسيفتي هيقول لك انا عندي هيستون يبقى مهم جدا حاجه ثانيه اوفر الادرينالين اوفر انتي هيستامين معايا ابقى مستعد مش كده؟ ان انا لما اديله انجكشن ما اسيبوش يمشي الاحظ طيب احنا كده خلصنا بس في الميونتي هنيجي على ايه؟ عمليه الايمونيزيشن كلها باسيف واكتيف اكيد ليها بريكوشنز دي مهمه جدا على فكره لان انت لو في حصل فيلر بالفاكسين وعيل مات هتلاقي البلد كلها ها؟ مش هتعرف تكسب مش كده؟ يعني ممكن يحصل فيها حوادث نتيجه الفاكسين انت بتدي متوقع 5 مليون واحد عنده محتاجين غسيل ضد البوليو. اهم واحد منهم عنده اتش اي في. انت مش هتخسره.
وديته الفاكسين انهي فيهم اللي كانت المويت ولا هيت كيلت؟ اديته لو واحد اميون كومبرومايزد اديله اديله الكيلت فاكسين، لكن لو هو اميون كومبرومايزد اديته الليف اتنويتد هيتحول لايه؟ اكتف. هو من 5 مليون دول في واحد ايه عنده اميون ديفيشنسي وارد صح؟ وارد هيجيله ايه؟ بوليمرايز هيجيله بوليمرايز ممكن وارد. انا مهم جدا ان انا اخد بالي من حته تبقى فيري مينيمال قليله جدا. طب ايه انواع الاكشن؟ في الاكشن نتيجه للفاكسين نفسه، يعني مثلا لما تيجي تاخد انفلونزا فاكسين يقول لك هو انت عندك حساسيه للبيض بيض لكن تركيب، لكن في مرتبات ثانيه من غير بيض ممكن يوفرها لك اقل شويه بس مهم جدا تعرف ايه بروجراماتيك ايرور. يعني ايه بروجراماتيك ايرور؟ يعني ايرور مثلا في ايه؟ في البريبريشن بتاع الفاكسين، ايرور في انك تتعامل مع الفاكسين، ايرور في انك ازاي تديه، ده البروجرام نفسه. كوينسيدنتال يعني ايه؟ واحد كان مثلا في الكوبيشن بيرد بتاع الايه؟ البوليو، وانت اديت بوليو فاكسين او اديت فاكسين تاني، جاله بوليو بوليو يعني. ده حاجه بالصدفه ماشي؟ عشان كده مهم جدا قبل الفاكسين تقول له الواد ايه؟ الواد سخن، الواد بيرجع، الواد عنده اسهال، لو كده تاجل الفاكسين تمام؟ بيتعالج من حاجه معينه. انجكشن اكشن ممكن واحد ايه؟ كل ما تقرب منه يصور، كل ما تقرب منه يصور، او ما تديش الكره راح تغمى عليه. ممكن؟ يحصل ما بيحصلش. ممكن يكون كبير في السن، يخاف من الحوار ويجي له فازو فيجن. تمام؟ في حاجات ثانيه ممكن تحصل مشاكل ويز ارمان ايه؟ اتيولوجي. هناخد واحده واحده. فاكسين اكشن ممكن في حاجات مينور وحاجات ميجور. المينور يعني بعض المينور سبورت فاكسين سيت اون ايه ذا اون ايه وورد بيرنت اند ادفايس هاو تو مانج. يعني مثلا انت لما بتدي فاكسين انت متوقع بتدي له برضه ايه انفكشن الواد يبقى يسخن شويه صح؟ صح 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 يجي شويه تريكا بيكس بتاعت المرض اللي هو الصغير فانت تقول له ايه؟ بعد تدي فاكسين فاهم ابو الام ثلاث دينارات ثلاث انا؟ لا الورد ثلاث دينارات ثلاث دينارات ايه؟ اه زي الناس ما قاعده كده وانت تعادل انت تعادل لو انت قاعد كده واقف كده قدامي قدامك كده عمرك ما انت تعمل كده انا معايا دكتور قول لي والدك واقف هنا في مكاني كده عمرك ما تعمل كده ما تكلم لا يبقى تسمي قاعد بتعمل كده راكز ما يضيعش وقت اللي حواليه ما يضيعش مجهود الاستاذ بتاعه ايه ما يصحش معلش اسف يبقى انت لو في اي سيكولي ممكن تحصل من الفاكسينيشن تشرحها للام ممكن يحصل بقى حاجات ايه كبيره يعني الرج وانفلاكس والكلام ده كله ها نتيجه الفاكسين زي ما انا قلت المثال دلوقتي المثال هو ايه مثلا يكون الولد عنده حساسيه من البيض وخد فاكسين وجاب سيفير حساسيه المهم ان انت تكون ايه مستعد طيب هنا برضه البي سي جي البي سي جي ده بتاع ايه؟ تي في طب ده مايكرو بكتيريا توبركلوزس ولا بوفاين تي في؟ بوفاين طب اكتف ولا اتنويتد؟ اكيد لا اتنويتد ممكن يعمل اوستيايتس سيلس يعني انفورميشن في ايه؟ في البوك تمام؟ دي بقى ايه؟ الانواع الاكشنز ها؟ الفاكسين الاكشن مثلا ده رير وبيحصل منه مثلا زي الرجي او كده career event that is caused by inherent property of the vaccine. الفاكسين نفسه في حاجه عامله مشكله لكن مش من ايه من process of vaccination. هنا coincidence يعني العيان ايه عنده مرض ايه في وقت مكان وقت الفاكسينيشن او حمل قانون بتاع الفاكسين. injection reaction زي ما قلنا كده العيان بيصرخ ويحصل له فينتنج او بتقرب منه تديله حقنه ها دي سايكاتريك في انوار مش معروف سببها. طيب هنا بروجراماتيك يعني ايه بروجراماتيك؟ البروجرام نفسه بتاع الفاكسين يعني استخدمت فاكسين مش ما حفظتوش كويس او مثلا لما جيت خفيف خففته بطريقه مش مظبوطه او انك استخدمته اكتر من اللازم بعد اربع خمس ساعات في التدمير ها حصل لي مثلا او انه كان اكسبايرد
بعد 4 سنين فوت ال 100 او انت حطيت فاكسين سنسيتيف حطيته في فريزر الفيرال ممكن تحطه في الفريزر لكن البكتيريا ما تحطهاش لان الفيرال ده تركيبه ايه الفيرال ده كريستالز عارفين كده يعني الفيروس ده اصلا حاجه مش ليجل عكس البكتيريا ها دي ممكن تحطها في لكن الناس الدي بي تي والدي تي والدي تي ممكن تحط ايه ده تحط تحت في الايه في الفريج ديت ما تحطش في الفريج كل دي مشاكل من ايه من عمليه الفاكسينيشن طيب حصل عيان حصل له ريد لوك انفكشن سخنت ها واحمرت وايه بقت بينفل ممكن تديله كولد ايه فومت ممكن تديله ايه باراسيتامول ماشي واحد عنده درجه حراره عليت برضه ممكن تديله ايه كمادات ممكن تديله باراسيتامول عنده سيستميك ريكشن تديله سوائل كتير وتديله باراسيتامول لكن الموضوع لو زاد توديه ايه للطبيب ماشي ده الريكشن بتاعته بريكوشنز بقى عشان نمنع الكلام ده كله الادفيرس ايه سايد افكت اولا من اول ما ابتدي اعمل سيريزيشن كويس اول مكان ايه الحاجه الثانيه السرنج اللي انا بستخدمها سرنجة وان يوز تمام اديله الفاكسين اللي هو مطلوب له تمام اللي يعمل فاكسينيشن بروسيس كل واحد اكسبيرت متدرب كويس مره فاكر كان ابني كان صغير خالص بياخد تطعيم فلقيت الست بتعمل ايه انا جيت في جيبي السرنجات خدت السرنجه بتاعت العينه دي وحطها على النار عايز اتوفر تعمل سرنجات يبقى في سرنجات كتير رحت على سرنجه ايه هي خضر دي حاجه زي كانت تبوظ الدنيا وتجيب لك امراض ياما في تطعيمات جايه معاها المحلول بتاعها مش اي محلول ماشي خلال اربع ساعات لو ايه بعد اربع ساعات الاكسبار تشد ايه انك ترميه مفيش حاجه تفضل تاني تبتدي بيها بص بقول لك ما تشيلش حاجه تانيه بعد ما تخلص ايه الجلسه بتاعتك ما تحطش التلاجه كلها اللي فضلوا دول هعمل بس الحكايه دي بتحصل في برايفت برايفت يبقى مثلا جايب ايه فايل الفايل ده يقضي ست عيانين ليه؟ لان لو جاب العيان واحد هكلفه مثلا 60 ريال لو جاب الست عيانين هكلفه الواحده جرعة 20 ريال فهو في برايفت عايز يوفر المفروض هو الفايل دي لو استخدمها في اربع ساعات يرميها هو بيعمل ايه؟ بياخد منها حقنه في ناس بقى من ضمن الطرق الغلط ان هو يسيب الابره جوه الفايل كل شويه يسحب منها هنا بيدخل انفكشن انفكشن السائل نفسه وانفكشن في ايه؟ ان هو يشيل السرنجه الابره يحطها ويطلعها ويحط ايه؟ الابره تاني كل ده بيدخل في كل دي يعني الناس بتعمل نفسها بتوفر وهي مضره جدا انزل فريش اوف ذا نو سبوت نو اذر دراج ما تحطش دواء تاني ده محطوط في الفاكسينيشن في ناس تحط ملوخيه ولحمه للتلوين يعني ممكن طالما ما فيش سوبرفيجن محدش ايه كل الناس بتعمل ايه عايزين يقول لك بدل ما اروح احط حاجه احطها هنا وانا مش ايه اقول له احطها في الفريزر بتاع ايه بتاع الفاكسين تريننج مهم جدا في السوبرفيجن كل خطوه لازم في حد ايه سوبرفايز واي حاله وفيات لازم انفورم في مواقع موجوده على الانترنت في ناس ضد الفاكسينيشن في ناس مع الفاكسينيشن كتير في مواقع بتناقش حالات الديسيز مهمه جدا اي خدمه؟ جات ده